الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم كلية طب قصر العيني، دبلوم جراحة المناظير جامعة ستراسبرغ، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، عضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، زميل الجمعية الفرنسية لجراحة الجهاز الهضمي. أهلا بكم. النهاردة يوم مشهود، يوم مهم جدا جدا في الناس الحلوة، لأنه اسم عالمي كبير هيكون ضيفنا النهاردة في واحدة من المواضيع المهمة جدا. لكن خلينا أبدأ كلامي بجملة مهمة، يعني إيه ثقافة طبية؟ إحنا لما بنعمل النوعية دي من البرامج هدفنا إن إحنا ننمي كلمة قدبت وبسيطة لكن لها أوجه كتيرة. الثقافة الطبية أوجهها كتيرة جدا، من ضمن أوجهها المهمة إن إحنا لما بنمسك موضوع زي إمساك الأطفال أو الإمساك عند الأطفال لازم نبين لكم الاحتمالات إيه، عشان أنتوا المتحرك الأساسي. عموما الإنسان هو المتحرك، عندما يشعر بعرض معين لازم يترجمه ويروح يكشف أو يروح للمتخصص ويبقى فاهم الاحتمالات اللي هي عندنا في الطب اسمها differential diagnosis أو possibility of diagnosis أو الاحتمالات بتاعة التشخيص. صحيح أنه في عقول كتير من الناس حاجات قد تكون متضاربة، يعني إحنا بنشوف فئة وطائفة من الناس دايماً بتبسط الأمور، يعني ما يكون الطفل عنده إمساك يا عم عشان أنت بس سافرت اليومين اللي فاتت ورحت تستحل وخدت الواد معاك، ولا غيرت المكان، ولا تغيير الصيف وتغيير داخلين في فصل تاني وفصول السنة وتغييرها والطقس بيعمل إمساك عند الأطفال. الكلام صح، لكن أنت ركزت في حتة واحدة، في ناس تانية بتروح في اتجاه تاني. إمساك عند الطفل ممكن تكون ده إيه ده؟ ده أنا سمعت عن مرض اسمه بيأثر على الخلايا العصبية وبيأثر على التوصيل العصبي داخل الأمعاء، فممكن يؤدي إلى إمساك جامد جدا عند الطفل وامتناع عن التبرز، والحالة دي تبقى حالة لازم نعمل لها تدخل. ده في أورام ولا ما فيش؟ ده أنا بسمع الإمساك بيعمل أورام. اتجاه في واحد تالت يفكر في الأكل يقول لك لا ده عنده حساسية تجاه البروتين. كل دول الثقافة ان انت تعرف الاحتمالات كلها وتعرف تروح امتى للي يوصل لك الاحتمال الادق بفحوصات وباسلوب علمي مدروس. النهاردة احنا بنحط خط مهم جدا تحت موضوع مهم اسمه ثقافة فهم يعني ايه امساك عند الاطفال، وهل هذا الموضوع فعلا في الاطفال يحتاج الى دراسة ودقة في التشخيص والتوصيف. طبعا تعالوا النهاردة نقرب من هذا الأمر بدقة، وزي ما أنا قلت لكم النهاردة لقاء مع قمة علمية كبيرة بنفتخر بقبوله دعوتنا النهاردة، اسم جراحي عالمي وطبعا أستاذ الأساتذة في هذا المجال، علم الكثيرين وما شاء الله ما زال يعلم الكثيرين جدا في مصر وفي العالم كله الكثير من فنيات عالم الجراحة، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي الكبير الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم بكلية طب جامعة القاهرة قصر العيني، وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبورغ، ورئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، وعضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي، الرائد القدير والاسم الكبير والمرجع العالمية. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن، يشرفني دايما أجي وأتواصل معك هنا. ده شرف، شرف لينا قبولك دعوتنا النهاردة. شكرا. عايز أبدأ الأول بكلمة إمساك عند الأطفال، الكلمة دي معناها إيه؟ تمام. الحقيقة اختيار الموضوع النهاردة اختيار ذكي من حضرتك، ان امساك الاطفال موضوع غير مطروق وما بيحصلش التحدث فيه في البرامج الطبية بشكل واضح، ودايما المنوط بهذا دايما احنا بنقول الطفل، لما كنا بنبقى دكاترة في ابو الريش او دكاترة بنشتغل نعلم الطلبة، ان الطفل ما بيقدرش يعبر عن مشاكله، الطفل ما بيقدرش يقول هو عنده ايه، الطفل يقدر يبكي بس او يقدر يصرخ، انما الام هي اللي بتقول الشكوى بتاعة ابنها. وامساك الاطفال الحقيقة بيبدأ منذ الولادة الى
ما ينتهي مرحلة الطفولة اللي هي قانونا بتتقال عند 18 سنة. تمام؟ فبالتالي الإمساك في الأطفال ده شيء ممتد من أول لما الطفل مش قادر يعبر عن نفسه في سنة وسنتين وثلاث سنين لغاية لما يبدأ يقول أنا مش عارف أعمل حمام أو يقول أنا بتوجع. فبالتالي الإمساك هو عرض عند الأطفال في المراحل المبكرة قبل ثلاث سنين، الأم هي اللي لازم تشتكي منه مش الطفل هو اللي بيشتكي منه، وده بيبقى موجود في مراحل مؤقتة ساعات مع تغيير الغذاء من اللبن الرضاعة للبن للأكل الاعتيادي اللي بنسميه الفطام. فترات الفطام بيحصل فيها بعد الإمساك بعض التأخير في الإخراج، إنما ما بيمتدش. الامتداد هي المشكلة. احنا دايما بنقول لازم الأم تبقى عارفة الرينج الطبيعي لإخراج ابنها. الرينج الطبيعي إن هو يعمل حمام مرة في اليوم أو مرتين في اليوم أو بالكتير يوم أو يوم لا. لما يقعد تلات وأربع أيام ما يعملش حمام ده مشكلة، وده بيشكل مجموعة كبيرة من الأطفال وبيتوه التشخيص فيها ما بين أطباء كتير، أطباء الأطفال، أطباء التغذية، أطباء الحساسية، لأن كتير جدا بيتهم الحساسية وبيمنعوا الأطفال من عدد كبير جدا من الأغذية، نظير إن هم الأغذية دي بتعمل لهم حساسية في الجهاز الهضمي، منها الجلوتين ومنها مواد أخرى الألبان، وبيمنع الطفل منها وهي حاجات إسينشال أساسية بالنسبة للتغذية بتاعته وما بتتحسنش الإمساك. في بعض الحساسية بتعمل لنا إمساك وليس بهذا الكم، وإذا الطفل اتمنع من الحاجات دي والإمساك ما تصلحش يبقى مش من الحساسية، من حاجات أخرى. عندنا كاتيجوري كبير من الأطفال عندهم مشكلة الإمساك والأهل ما بيبقوش عارفين يعملوا لهم إيه. طيب بالتأكيد التغذية بتلعب دور كبير جدا في الموضوع ده هوت، ومشكلة الأطفال في التغذيات السيئة اللي بتبقى في الفترة الأولانية، أكل الكربوهيدرات كتيرة زي الرز والبطاطس والعيش بكميات كبيرة، وعدم الاهتمام بالخضروات من الأم. ما هو الفترة الأولانية الأم هي اللي بتغذي، الأم هي اللي بتحط قدام الطفل يأكل إيه وما يأكلش إيه، ما تسيبش الطفل يطلب اللي هو بيميل إليه وما توجهوش. فمهم جدا التوجيه في المراحل الأولانية، الطفل جاي الدنيا اللي بيتحسس إيه الحاجات اللي بتتقدم له وبيميل لشيء وما يميلش لشيء آخر، بس إحنا لازم نوجهه للشيء الصحيح. الكربوهيدرات والنشويات الكتيرة مشكلة، وعدم أكل الخضروات بتبقى مشكلة، وعدم أكل الفواكه مشكلة، وعدم شرب المياه مشكلة، وأكل المواد المصنعة مشكلة. كل الحاجات اللي أغلب الأطفال بتعملها دي كتير بتسبب الإمساك المزمن. ده شق التغذية. في شق تاني بيبقى بنسميه الشق المرضي اللي هو القولوني. الشق المرضي اللي احنا بصدد إلقاء الضوء عليه دلوقتي اللي هو مشكلة بتبقى في موجودة في القولون، اللي هو زيادة فترة تخزين الفضلات في القولون نتيجة تمدد القولون ونتيجة زيادة السعة التخزينية للقولون عن المعتاد. طيب هل دي حاجة الولد مولود بيها ولا اكتسبها؟ عندنا الاثنين، حاجة مكتسبة وحاجة مولودين بيها، عيب خلقي واكتساب. العيب الخلقي اللي هو بتبقى مشاكل في الضفيرة العصبية بتاعت القولون وعدم اكتمال النمو بتاعها، فبيؤدي لتقليل حركة القولون في ان هو يطرد الفضلات. نمرة اتنين، تقليل الإحساس بالرغبة في دخول الحمام. يعني إيه تقليل الإحساس؟ يعني الطفل في مراحله الأولانية عبارة عن أشياء غريزية، لما بيجوع بيعيط عايز يأكل، لما بيبقى عايز يعمل حمام بيعمل حمام،
سواء البول أو الفضلات. فبالتالي هو كائن غريزي، كل الحاجات فيه لما بيزعل بيعيط وهكذا. فبالتالي الغريزة اللي موجودة فيه ده هي نتيجة تحفيز لشيء ما جواه. المجسات بتاعت القولون اللي بتحفز للرغبة في الإخراج بتبقى غير مكتملة النمو، فما بيحسش بالزنقة بتاعت الإخراج فيبدأ ما يخرجش، يخزن. هنا بنلاقي في الأطفال دول تمدد في القولون. التمدد ده هوت بيبقى نتيجة عيب خلقي موجود في الشبكة العصبية، الضفيرة العصبية للقولون، إنها غير مكتملة النمو. طيب ساعات في بعض الأطفال بتبقى الضفيرة العصبية موجودة ومكتملة النمو، بس عادات غذائية خاطئة مع عادات إخراج خاطئة اللي هو بنسميه الفطام. الفطام من الأكل، من الرضاعة، والفطام من البامبرز أو الحفاضات. الفطام من الحفاضات إن أنا أعوده إن هو يقعد من غير الحفاضة ويستخدم الأماكن الطبيعية للإخراج زي الأول في البوتي وبعد كده في التواليت. دي بيحصل فيها إيرور أو خطأ في التعليم، فبالتالي يبدأ الطفل يمسك نفسه فترات أطول، فيبدأ المخرجات تبقى صلبة أكتر فتبدأ تألمه في عملية الإخراج، فيبدأ يبقى عنده عملية الإخراج دي عملية قاسية، عملية مؤلمة، فيحاول يتفاداها، فيحاول يبعد عنها ويأخرها، فيبدأ التخزين يزيد، ينتهي عندنا بتمدد للقولون. التمدد دهوت هو اللي بيشابه التمدد اللي فيه خلل في الضفيرة العصبية. في كلا الحالات أمهات بتيجي تقولي أنا ابني بيعمل حمام كل أسبوع، كل خمس أيام، كل ثلاث أيام. دي أرقام كبيرة جدا بالنسبة لطفل، ولما بيجي يفرغ ما بيفرغش بشكل طبيعي. في عندي قضية مهمة، الإمساك. واحد من الأعراض المشهور إن المجتمع العربي ربما العالمي كمان بيتعامل معاه بشيء من الاستهانة. يعني أبسط شيء، أي طفل عنده إمساك، الأب أو الأم بينزل الصيدلية يقول للصيدلي هات لي ملينات للطفل. في خبرات متناقلة كده في البيوت، ديله مش عارف إيه، في حاجات طب مش عارف إيه، يبدأوا ياخدوا، وآخر محطة إنهم يروحوا للدكتور المتخصص. إيه خطورة وعواقب هذا الأمر؟ هو بالتأكيد مفيش حد من البيوت أو الأمهات اللي عندهم طفل جيله نوبة أو نوبتين إمساك ما بتسألش والدتها، بتسألش حماتها، بتسألش حد من اللي عندهم خبرة في التربية قبليها، وتقول أعمل إيه، أنا ابني بقاله فترة ما بيعملش حمام وعايزة أعمله إيه. تمام، ده مقبول في مرة أو مرتين، إنما غير مقبول لما تكون حاجة ممتدة، غير مقبول لما تكون حاجة بقالها أسابيع وشهور وفي بعض الأحيان سنين. فده هنا هوت إذا كنتش بسأل طبيب وببدأ ألجأ للأشياء الحاجات المنزلية أو العطارين أو الكلام ده، فهنا أنا بعمل مشكلة للطفل، وممكن مشكلة تؤدي لمشكلة كبيرة ما تتعالجش. وللأسف جزء كبير من الأطفال دول بينتهم بيهم الحال لعدم تحكم، اللي هو بنسميه التخزين ثم الاستفاضة. يعني إيه التخزين والاستفاضة؟ يعني القولون بيمتلئ وبعدين يدلدق، زي الكوباية دي بتملأ على آخرها وبعدين تدلدق، وتبدأ هنا الأم تنتبه. يعني الانتباه بتاع الأم مش لأن الطفل بيعمل شيء ولا بيعمل، للأسف أغلب الأمهات بتيجي في المرحلة اللي هي المتأخرة، أنا ابني بيعمل على روحه مش عارف يروح المدرسة، وزمايله بيبتدوا يتريقوا عليه ويقولوا له ريحتك وحشة. هنا الأم بتبدأ تنتبه لأن الطفل مش عايز يروح المدرسة، هيبدأ يخش في مشكلة نفسية، هيبدأ يتعقد، هيبدأ يرفض التعليم. وده بيحصل ليه؟ لأن هي ما اهتمتش بأنه بيخرج ولا بيخرجش،
فابتدى يخزن ويتراكم، والتخزين ده هوت بيوصل لمراحل عالية جدا. فأي كمية جديدة تنزل، يعني هو في بلوك كمية متراكمة جوه واقفة، أي جزء جديد ينزل فوق جزء تاني يروح نازل بدون إرادة، جزء جديد يجي جزء يروح نازل بدون إرادة، وهكذا. فهنا بيبقى بنسميها التسريب أو البزقات. فعلى طول الطفل ده بيبقى عنده تسريب غير إرادي، وساعات الأهل بيضربوهم وساعات يعذبوهم عشان القصة دهيت، وبنقول لهم الطفل ملوش ذنب، الطفل ما قالوش أي دخل في الموضوع. فبالتالي بيبقى نوع من أنواع النتيجة النهائية الحتمية، ودي لما بنوصل لمراحل التسريب فاحنا دخلنا في إمساك متأخر. فهنا بتبدأ العلاجات بتبقى بتاخد مشوار أطول كتير من لو كانت الأم جابت الطفل في الأول وما خدتش الوصفات وما خدتش بالشكل الطبيعي. برضو الناس ما عندهاش ثقافة أساليب التشخيص في الحالات اللي زي دي، يعني مثلا إمساك حضرتك هتطلب أساليب تشخيصية أو يعني مساعدات تشخيصية، الناس موضوع مش للدرجة دي، والناس عندها تمام. استهانة بالإمساك. تمام تمام، الناس عندها استهانة بالإمساك، ده بالتأكيد. إنما لما يتألم ما بيبقاش عنده استهانة، لما بيبدأ ما يقدرش يتغذى يأكل، لأن في جزء كبير جدا من النمو بتاع الطفل بيعتمد على التغذية، إذا ما غذتهوش هو مش هيكبر. وكتير جدا من الأطفال بيبقوا أحجامهم صغيرة ومناعتهم ضعيفة نتيجة قلة التغذية، كميتها ونتيجة نوعيتها سيئة. طب التغذية القليلة دي نتيجة إيه؟ نتيجة إنه ما بيفضيش. ودايما في مقولة مشهورة بنقولها، إن من الفم لفتحة الإخراج شارع واحد، لو ما فضيناش مش هندخل، لو ما خرجناش مفيش حاجة هتخش جديد. فالطفل أوتوماتيك لما ما بيخرجش بيحس بالامتلاء فما بياكلش، الأم تقول له كل ما بياكلش، يا دوبك كميات قليلة وبيشبع. فبالتالي هنا يبقى ضعيف على طول، النمو بتاعه يبقى متأخر، يبقى هزلان، الأمراض تبدأ تهاجمه على طول، سخونية على طول على الدكتور. كل الكلام ده هوت بسبب حاجة بسيطة هي مش مديها الاهتمام اللازم. الخطة العلاجية بنرسمها ازاي؟ احنا الاول دايما بننبه والتوعية للأمهات ان لازم تبقى عارفة ان المعدل الطبيعي لإخراج ابنك لازم يبقى بشكل يومي، مفيش يوم ما يعملش إخراج. فدي هنا هوت معلومة، محدش يجي يقولك هو طبيعته كده، مفيش حاجة اسمها طبيعته كده. تمام، بنبدأ نغير ونبدل في المكونات التغذية لغاية ما الطفل يعمل مرة على الأقل يومين، مرتين كان بيها حلو، ثلاث مرات كويس، إنما إنه هو يعمل كل يومين ثلاثة ده سيء جدا. فهنا أول حاجة إن الأم تبقى عارفة إن مرة واحدة يوميا ده أساسي بالنسبة لابنها. نمرة اتنين إنها تكون متنوعة في التغذية لابنها، إن يبقى معدل الكربوهيدراتس ما يزيدش عن 30% من العموم التغذية اللي هو بيأكله. حتى بنقول للأمهات لما تديله ساندويتش حاولي يبقى في خضار موجود فيه، لو حطي جبنة هتحطي خصاية طماطماية خيارة، حاجة تعمل نوع من أنواع الألياف في الجهاز الهضمي. طيب لقينا الطفل بالشكل ده وعنده الإمساك، بنعمل الحاجات دي وما بيتحسنش، بنبدأ نشوف التأخير بتاعه كم يوم. هل التأخير يومين لثلاثة لأربعة؟ ما بنلاقي التأخير مدة طويلة بنبدأ هنا هوت نطرق باب الطبيب. الخطة العلاجية بتبدأ بالأول معرفة الطبيعة بتاعت الطفل هنا هوت، الإخراج بتاعه بدأ كده إزاي، وتطور ان هو يبقى متاخر كده ازاي، والتغذيه بتاعته اخبارها ايه، وطريقه الاخراج بتاعته شكلها ايه. بناخد نوع من انواع زي ما بنسميها الهيستوري، التاريخ المرضي بتاعه من الام اساسا، وده مهم ان الام تبقى عارفه الكلام ده هوت، لان الام لازم تلاحظ مخرجات ابنها وتبص عليها
وبنقول ان هي لازم تبقى عارفه حتى الريحه بتاعتها متميزه جيده ولا سيئه، ما تعتبرش الكلام ده هو حاجات تافهه. فلما بناخد الكلام ده بنبدا نبقى نعمل اشعاعات من ضمنها اشعاعات القولون اللي هي اشعه الباريوم على القولون. دي زي ما بنقول اول حاجه بنبدا بيها، لان هي بتوريني اذا كان في تمدد ولا مفيش تمدد. المناظير ملهاش اي دور في هذا الموضوع، هي اشعه الباريوم على القولون بنبدا بيها تورينا اذا كان هناك تمدد ولا مفيش تمدد. لو في تمدد وكبير ساعات بنحتاج ناخد عينات من بعض اماكن في القولون نشوف فيه اعصاب ولا مفيهوش اعصاب. لو مفيش اعصاب دي بقصه تانيه، لو في اعصاب هنا هو بنبدا في العلاج الدوائي. العلاج الدوائي اللي هي بتبقى مجموعه محركات القولون مش الملينات، لان الملينات بالنسبه لنا بتشتغل على المحتوى مش بتشتغل على القولون. احنا بنحتاج محركات للقولون. يعني ايه محركات القولون؟ يعني حاجات تحرك لي الجدار بتاعه اللي هو المتردي او المتمدد، تبدا ترجع لي التون بتاع العضلات الدائريه للقولون ويبدا يتحرك تاني ويطرد الموجود فيه، مع بعض العلاج الطبيعي والتحفيز لمنطقه المستقيم انه يبدا يحس، ونعالج اذا كان في اي الم بيبقى موجود. في 80% من الحالات اللي بالشكل ده بتتحسن على العلاج الدوائي، و 20% ساعات بيحتاجوا بعض التدخلات. ايه نوع التدخلات اللي بتتم؟ التدخلات عندنا من تدخل جراحي طبعا. مش دايما تدخل جراحي، ساعات بيبقى في علاج طبيعي. العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعيه دي مهمه جدا، بتحسن لنا الاحساس في منطقه المستقيم، بتنمي الخلايا العصبيه اللي موجوده. يعني ساعات الخلايا العصبيه ما بتبقاش مختفيه، انها بتبقى قليله، اللي بنسميها هايبوجانجليونوزيس، مش ايجانجليونوزيس، مش خلايا مختفيه انما خلايا قليله. الخلايا القليله دي بتحتاج بعض التحفيز بحاجه اسمها بايو فيدباك او تحفيز للمستقيم لانه يحس، يعيد الاحساس فيه تاني. فبالتالي ده في بعض الاحيان بيجيب نتيجة كويسة. في بعض الأحيان بنحتاج استخدام اللبوس كنوع من أنواع التحفيز الشرجي، لأن ده بيبقى نوع من أنواع الريلاكسيشن أو الانبساط لعضلة الشرج، إن هي تساعد في عملية خروج المادة من جواها، ودي من الحاجات المهمة اللي بنستخدمها في عملية تحفيز المستقيم. المشكلة كلها بتبدأ في منطقة المستقيم وتنتهي عند منطقة المستقيم. منطقة المستقيم هي المنوط بيها، تنبهنا بكتلة المخرجات إنها وصلت تحت. إذا كان المكان مناسب إن الواحد يخش الحمام بيخش الحمام، إذا كان غير مناسب بيدور بالظبط كده، بس يقدر يمسك يدور نفسه على حمام. يمسك نفسه، يعني هو بيقعد بقى يشوف فين الحمام الأقرب للحمام ليه. إنما تتنبه نمرة واحد، لو ما تنبهتش هتخزن. لو ما تنبهتش بيحصل التخزين، لأن التنبيه ده هو إحساس بيتبعه حركة. الحركة يا إما نقفل العضلة يا إما نخش حمام نفتح العضلة. يعني اذا بنبدا الاول باحساس وتنتهي بحركيه. زي ما بنقول لو انت ما حسيتش بحراره جايه على ايدك مش هتبعد ايدك عن النار. يعني الاول تحس وبعدين تبعد. فبالتالي التحفيزات دهيت مهمه جدا. طيب لو الطفل ما استجابش لكل الكلام دهوت، هنا هوت وصل ان عندنا القولون المتمدد ما بيقلش، هنا هوت احنا وصلنا لان القولون بقى جزء فيه فاسد. يعني ايه جزء فيه؟ حدث تمدد اكتر من اللازم، والتمدد ده وصل لمرحله الايرفيرسبل. الايرفيرسبل يعني ما يقدرش يرجع تاني، فقد وظيفته خلاص. فقد وظيفته بالظبط كده، بقى جزء انبوبه مترهله. فهنا الجزء اللي فوقيه شغال كويس والجزء ده بنعتبره متوقف، فاللي فوقيه بيطرد ويوصل له، هنا واقف. هنا بنبدا يبقى في تدخلات، ان احنا نبدا نستأصل اجزاء من القولون والتوصيل مع منطقه المستقيم.
الطفل في الأحوال بيتحسن إمتى؟ طبعاً إحنا في أحوال كتير إحنا ذكرناها، في احتمالات كتير، بس تحسن الطفل مثلاً في المرحلة الأولى، ونعتبر المرحلة الثانية. المرحلة الأولى تشمل الأدوية والأساليب العلاجية الأخرى زي ما قلت لحضرتك. هو 80% من الأطفال بتحسن على العلاج الدوائي، ده رقم كويس جداً. في قد إيه؟ في بنتكلم العلاج الدوائي بياخد فترات طويلة، بياخد 6 شهور بس بيبان في اول شهر اذا كان في استجابه. يعني في ام تاخد الادويه وترجع بعد 3 اسابيع او بعد 4 اسابيع تقول لي الطفل لم يستجب تماما. هنا بننتقل لمرحله تانية. وفي ام لا، ده الولد اتحسن، التسريب وقف، الاخراج انتظم، ريحه المخرجات بقت كويسه، التغذيه اتحسنت، الولد بنسميها، يعني الامهات بتقول لما بيعمل حمام بينور. يعني ايه؟ جلده بيبقى لونه كويس، النشاط بتاعه بيبقى هايل، الصداع بيروح، التركيز بيبقى متميز، الحاله العامه بتاعته بتبقى اكثر من ممتازه. فبالتالي العلاج بيبقى باين في 3 اسابيع او 4 اسابيع الاولانيه اذا كنا هنستمر عليه منطقة 6 أشهر ولا مش هنستمر عليه. لو ما فيش نتيجة بنخش على العلاجات الطبيعية، وساعات بعض استخدام البوتوكس في الحقن من تحت أو المرحلة الجراحية. الختام بتاعنا حضرتك تختار الوقاية ولا شيء آخر؟ كيف نقي أطفال؟ بالتأكيد الوقاية، بالتأكيد الوقاية، لأن أنا دايماً بقول الأم هي طبيبة ابنها، وعدم معرفتها بكل تفاصيل حياة ابنها في أول 2 3 سنين ده تقصير منها. فبالتالي مهم جداً أن الأم تبقى عارفة ابنها بيأكل إيه وبيشرب إيه ويعمل تواليت إزاي وبيخش كم مرة وبيلعب مع مين كل حاجة. فلما تكون أم تسألها أنا ما أعرفش ابني بيعمل كم مرة، أنا ما أعرفش ابني بيعمل كمية قد إيه، أنا مش واخدة بالي، ده هنا هوت تقصير كبير. طيب الأم مهتمة وعارفة كل حاجة وما خبطتش على طبيب، ده تقصير تاني. التقصير الأكتر إن لما تلاقي طبيب كتب لها علاج والعلاج ما جابش نتيجة وتفضل ساكتة ما تدورش على حد تاني. كلها درجات من العلم والمعرفة. ونقص كلها درجات من عدم العلم والمعرفة كمان. بالتأكيد عدم العلم والمعرفة هو اللي بيودينا المشاكل دهيت. يبقى هذا الأمر شديد الأهمية، لكن النهاردة احنا سعداء جدا بقبولك دعوتنا ووجودك معنا، يعني شرف كبير لنا هذه الزيارة العظيمة. شكرا دكتور أيمن، وسعدت بلقائك، موضوع هام ومهم، وأنا جداً سعيد أن احنا اتكلمنا فيه جدا. ويبقى جزء آخر مهم جدا نتحدث عن البالغين، بس هيكون الحوار في البالغين أكثر قسوة ربما وأهمية في الدكتور في الجزء الآخر من حوارنا. يعني شرف كبير لينا أن اسم عالمي كبير يكون معنا في الناس الحلوة، أكيد نفتخر بوجوده معنا دائما وبحواره. النهاردة واحد من الحوارات الهامة وربما التاريخية التي تسطر شيء مهم في الثقافة في الناس الحلوة، ثقافة تحرك الأسرة وفهم الأم والأب لشيء مهم في حياة أطفالهم. قد يكون ربما الكثيرين جدا يستهينوا بكلمة إمساك، يتعاملوا معها بشيء من الاستهتار، بالاعتمادية على أشياء معينة وعلى مساعدات معينة من غير ذوي الخبرة، وصفات طبيعية ربما، استشارات من الأم، استشارات من الجارة، وفي الآخر الصيدلية اللي مش وصفتها أبدا أنها تشخص ولا تعالج إلا بإشراف طبي. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير طبعا مصريا وعالميا الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والمستقيمة، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، قصر العيني وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبورغ، والرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، وعضو جمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي، طبعا الاسم العالمي الكبير في العائلة
صاحبة الاسم وال يعني اقول الريادة في عالم الجراحة. طبعا بلا شك يعني وجودك معنا يجعلنا دائما نتذكر استاذنا الرائد الكبير واسطورة جراحات المستقيم والجهاز الهضمي والمستقيم دكتور احمد شفيق رحمه الله. فطبعا شرف كبير لنا ان انت موجود معنا النهارده كمان. شكرا شكرا دكتور ايمن، سعدت بلقائي بيك ودايما كده بصحة وعافية. ودايما اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، خليكوا دايما معنا سحلو.